كيو اند اي مع سيرجيو درويش وبيساعدنا الكوتش مروان. سيرجيو افضل مباراه لك مع منتخب لبنان لكره السله؟ فينال بطوله العربيه مع تونس ونص نهائي بطوله اسيا مع الاردن. مزبوط. ليه هالمباراه مع الاردن؟ لانه كان مباراه كثير مهمه وكنا فايتين على الماتش. الاردنيين كانوا عم بيحكوا كثير قبل الماتش، كانوا عم بيحكوا يعني شو بدهم يعملوا فينا وهيك، فكانت حلوه انه ردينا لهم اياها وقدرنا نربحهم. وهون عم نشوف مشاهد لك بمباراه هيك، حسينا انه رح تقول مباراه الاردن لانه كانت مباراه فاصله لمنتخب لبنان، لو خسرناها كنا بمحل، لما ربحناها صرنا بمحل ثاني كليا. 100%. وسيرجيو كان له دور كثير كبير بهالمباراه. سيرجيو درويش رجعنا سنه لورا يا زلمه. كانت احلى سنه، دائما الكوارتر الثالث بيكون كوارتر مهم. اهم كوارتر هو كوارتر الثالث، بتطلع من الهاف تايم يا بتكمل الماتش مزبوط يا بتطير الماتش من ايدك. ونحن كان عندنا يعني بلشنا كثير بطيئين بهالماتش وقدرنا نلحقهم الاردنيين ونقدر نربحهم، فكان ماتش بعقد. سيرجيو اجمل سله او دانك لك بالبطوله؟ خلينا دائما عم نحكي نحن مع المنتخب. في اول دانك عملته ضد الهند، اول كان اول ماتش لي مع المنتخب، وفي ضد الصين هونيك اعلى مع الصين. ايه بس خبرنا عن هالدانك، خبرنا شوي قبل ما نشوفه. ليك كان طالعين فاست بريك مثل ما عم بتشوف، وقريت انه حكيب باس للاعب النصاني واستعملت سرعه. وهيدا مع انه اول انطلاقه المباراه ومع الصين، يعني مع العميقه. بعرف نقزوا المنتخب الصيني لما شافوا هالسله برايك؟ ليك عرفوا انه منا خايفين منهم صراحه. كوتش مروان شو رايك بهالسله؟ هي وقت بيكون في سله مثل هيدي وخاصه اورلي ان جيم، يعني يو سيت ذا تون مثل ما بيقولوا، يعني بتفرجيهم انا جاي اجريسيف وجاي ماني خيفان وشوف شو يعني منتلي بتعطي كثير. هون احنا طلعنا لهم ب 20 نقطه، رجعوا لحقونا وقربوا علينا بالاخر، بس باول هاف طلعنا عليهم. هلا سله او دانك، اجمل سله او دانك لك يعني مش بس ليك الدانك؟ الدانك لانه في جمهور وفي البنش تبعك وفي اللعيبه تبعك والحماس، كل شيء بوقته حسب وقته شو انت عايز. مثلا امرات بتكون الفريق داون تعمل كبسه حلوه بيولع الفريق بيرجع بيجي روح وبقلع. بتحب انت السله الصعبه يعني ليك؟ ايه احلى من الهينه، بس اذا فيك تسجل سله هينه متمنى يعني. بس انت من اللاعبين يلي مثل ما بيقولوا الماني تايم بلاير، ما بيخاف ياخذ كل شيء على عاتقه. اكيد ما هيدي ميزتك اكيد. شو كوتش مروان هيدا قد ايه مهمه لاعب يكون الماني تايم بلاير؟ يعني شغله كثير منيحه، كثير مهمه لكل فريق يكون عنده على القليله واحد لاعب قادر ياخذ القرارات الصعبه بالاوقات الحرجه، لانه هذا الشيء بيخفرج ليدرشيب وبيخلي الفريق كله يمشي وراه، واكيد بيمشي الفانز كمان. يعني الفانز بيكونوا بس يعطوا هذا الانرجي خلص بتحس انه المومنتوم كله والاتموسفير كلها بتصير لك. اللاعب المفضل عند سيرجيو درويش؟ كوبي. كوبي براينت. ولبنانياً؟ لبنانياً فادي الخطيب. كوتش مروان لاعبك المفضل؟ جوردن وكوبي. كوبي كوتش. الطعام المفضل عند سيرجيو درويش؟ رزع دجاج. أطيب أكلة. بتعمل لي إياها أمي. هوميد. هوميد. مقلوبات وما اكيد اكيد لوبات وصارت يتخسوا بندوره. كوتش مروان انا صارت يتخسوا بندوره مع بسكبه بالصينيه بتكون ليك اليوم اكلت كبه ولبن. بعيدا عن كره السله، انا بعرف شو هي الرياضه اللي بتتابعها، حتى بعرف شو هو النادي وكله تشيلسي. عين عليك. امبارح تعادلت معنا مع ليفربول. مزبوط. كوتش مروان انا بالفوتبول شوي على ايطاليا يعني يوفي، بس هلا الوضع مش منيح بيوفنتوس. يعني اجمل رياضه هي الفوتبول ورا الباسكت. ورا الباسكت هي فوتبول. اجمل لحظه بحياتك استاذ سيرجيو؟ ريسنت ميموري بطوله اسيا، وصلنا على فينال بطوله اسيا، في حتى بطوله عربيه. طب هون رح اسمح لحالي اسالك انه كان عم ينحكى حتى انه تروحوا بمنتخب مش القوي يعني لبطولة آسيا، انه كنتوا تعبتوا بالتصفيات، لما رحتوا كنتوا متوقعين هيك يصير؟ ليك لما رحنا وصلنا على بطولة آسيا ما كانت اكسبكتيشن، يعني ما كنا عارفين وين رايحين نحن، وماتش ورا ماتش وهيك بلشنا نربح وهيك بلشنا نحس طلع علي ولحقكم. ايه بلشنا نحس انه عم بيصير شيء، يعني عم نعمل شيء سبيسيال نحن هون. والله وفقنا وقدرنا نوصل لأبعد محل. غير بكرة السلة اجمل لحظة؟ لما ربحوا تشيلسي تشامبيونز. ايوه.
كوتش مروان اجمل لحظه بحياتك. ليك هلا اجمل لحظه مؤخرا شفناك احراز لقب الدوري بسوريا، هذه كانت كثير كثير مهمه وحلوه بمسيرتي يعني، وهيدي اكيد قد ايه حلو الجمهور خاصه جمهور ناديك. الجمهور كثير كثير مميز وكل لحظه كانت حلوه صراحه هونيك بقاعه الفيحاء، كل لحظه كانت حلوه، بس احلى لحظه هي لحظه احراز اللقب يعني شغله، خاصه بالطريقه اللي ربحناها، جينا من مركز سادس خلصنا البطوله مع اللقب، كانت شغله كبيره. افضل لاعب استاذ سيرجيو لعبت الى جنبه، في عندك وائل، امير، هايك. وائل عرقجي ليه؟ لانه ام في بي، وثاني شيء هيز ا بيج بيج تايم بلاير، وي بلاي توجذر مع بعض، صرنا فتره عم نلعب مع بعض، ربحنا بطوله لبنان يعني مع بعض. مثل بيبن وجوردن وائل. مظبوط، فيك تقول هيك على الصعيد اللبناني، واكيد السبيريت يلي بحطها وائل بكل فريق بيلعب فيه يعني مش طبيعي صراحة. قد ايه قوي هالثنائي مروان، يعني انت مدرب لما تشوف بوجهك في سيرجيو وفي وائل عرقجي، يعني مثل واحد عم بيسألني كيف بتحب تموت. من وين؟ افضل لاعب لعب معك فادي الخطيب. صراحة ما فيني اقول لك، ما بعرف، كل اللاعب اللي لعبوا معي قدوا واجباتهم. ريسنتلي هلا اخر شيء بحكم على اخر اكسبيرينس امير سعود، كان اكثر من ممتاز. That's it. سيرجيو، اللعب بلبنان أو الاحتراف بالخارج؟ لك كل واحدة لها ميزتها. أنا عشت بأمريكا لفترة طويلة قبل ما ألعب بلبنان، ولما لعبت بلبنان شفت أشياء ما كان في منها بأمريكا. فالاثنين حسب أنت بأي بوزيشن محطوط، حسب إذا أنت عم تلعب مثلاً برا وكل شيء مأمن لك، كل شيء الانفايرمنت تبعك حلو فهتكون برا. بس الحلو بلبنان أنه عم تلعب قدام عائلتك، قدام رفقاتك، قدام الشعب اللي بيحبك، فهمت علي؟ ف بعتقد لاعب بلبنان له غير ميزه، يعني الواحد مثل ما بقول ما له قيمه الا ببلده، ف وانا عشت اثنين فبعتقد لبنان. كوتش مروان، التدريب بلبنان او التدريب خارج لبنان؟ هلا اكيد مثل ما قال سيرجيو كل واحد بحب يكون، وانت عندك سوابق يعني بحرين وعراق وسوريا وهذا، بس صراحه الطريقه اللي احتضنوني فيها بسوريا باخر سيزن حسيت حالي انه كانه ببلدي، يعني ما حسيت ابدا انه انا برات لبنان، حسيت حالي بين عائلتي وبين بلدي، وهذا الشعور اللي كان كافي لإلي انه انبسط بالشيء اللي عم بعمله بالبطوله اللي حققتها. كنت تطلع وتيجي كثير على لبنان كوتش مروان هينه يعني؟ لا بس جيت مره وحده لفتره نهار واحد، كان في فينال جونيور ان بي اي وجيت لاحضر ابني وذات، بس كنت باقي فوق لانه كان في كثير شغل اعمله، كان في كثير ضغط مباريات، ما تركت ولا لحظه لحيت ما وصلنا حققنا الهدف البدنيه. ليه قررت ترجع تجدد الكونترا معهم؟ لاعتبارات كثيره، اول شيء اني حاسس حالي كاني ببيتي وحاسس حالي كاني بعائلتي، هذا الشيء شعور عطيني مثل طمأنينة وحب للاستمرارية مع ذات النادي. تاني شيء أنه حققت لقب بدي دافع عنه، وأهم شغلة أنه كمان هذا اللقب فتح لي أنه أرجع ألعب بوصل، ألعب على المستوى الغرب آسيوي مع فريق جديد، مع تحدي جديد، بعرف أنه حتكون صعبة، ولكن منيحة أنه نقدر كمان نفرجي صورة تانية لفريق الوحدة المتجدد انه كيف بده يلعب على المستوى برات برات سوريا يعني، وحنرجع نتواجه مع الفرق اللبنانية وحتكون اكيد مواجهة كثير صعبة لنا، ولكن اتس ا فيري جود اكسبيرينس حتكون. سيرجيو، لو لم تكن لاعب كرة سلة اي مهنة كان اختار السيد؟ خلص ما جواب معروف، لاعب فوتبول. غير الرياضة؟ ليك غير الرياضة بحس بزنس مان، بزنس، شغل بزنس، محامي كمان انت؟ لا بعيد، اختي يمكن تعمل محاميه بس انا لا بعيد. النادي او المنتخب الوطني شو بتحب اكثر؟ منتخب. منتخب لما تكون عم تلعب مع المنتخب بتحس، ما بعرف، بتحس بغير شيء، عن جد بتحس بغير شيء من جواتك، بتعطي خلص عم تلعب مع المنتخب انت، غير كليا عن النادي، فاكيد المنتخب. كوتش مروان، لو لم تكن مدرب كرة سلة شو المهنة يلي كنت حضرتها؟ مش مفكر فيها، ما بعرف، لأنه ليك كل شيء بعرف أعمله هو باسكتبول، ما بعرف يعني، ما فيني جاوبك لأنه ولا مرة كان عندي براسي شيء تاني. ليك هالسؤال صعب يتسأل لكوتشية أو لعيب، لأنه عن جد نحن من نحن أنا مثلا من أنا وصغير ما بعرف شيء الا الباسكت، يعني كل الوقت اعطيها للباسكت. ف يعني هلا اذا بتقلي ما في باسكت بقول لك ما بعرف شو بدي اعمل يعني، باي خلص حالي.